بس النهارده كلنا متفقين معانا لقطه على الشاشه لاعتزال كابتن عمرو الحلواني، وده كان احد ناشئين النادي الاهلي زمان. اعتزل النهارده في مباراه الاهلي واسوان، وكانت اخر محطه ليه هي مباراه اسوان اليوم. هو فين؟ اهو قدامنا عمرو الحلواني على الشاشه، ربنا يوفقه طبعا ان شاء الله. وكان لعيب مميز ونتمنى له التوفيق. كان لعيب مميز جدا، نتمنى له التوفيق في حياته بقى التدريبيه المقبله، اذا كان هيخش تدريب هيخش اداره. نتمنى له كل التوفيق، كان لعيب مميز ولعيب على خلق. نتمنى له التوفيق في المرحله اللي جايه ان شاء الله. هنروح لفاصل، وبعدين نرجع بعد الفاصل نستقبل خبيرنا التحكيمي المتميز دائما كابتن ناصر عباس، والحديث عن الحالات التحكيميه لمباراه اليوم. ارجوكم انتظرونا. كابتن عمرو الحلواني نجم النادي الاهلي السابق واسوان وعدد كبير جدا من الانديه المصريه، يعني خلاص حان الوقت وقررت تعلق حذائك زي ما بيقولوا، تعتزل كره القدم، يعني تقول ايه في اللحظه ديت، وتقول ايه عن تكريم النادي الاهلي ونادي اسوان النهارده في مباراه في الدوري العام؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الاول بشكر كل الناس، بشكر كل الناس اللي وقفت جنبي، بشكر جمهور اسوان، بشكر النادي الاهلي طبعا، بيتي تربيت فيه ولعبت فيه، ونادي اسوان لعبت فيه السنه اللي فاتت، عملت موسم استثنائي الحمد لله، جمهور جميل، وانا اخترت الماتش بتاع اسوان والنادي الاهلي عشان خاطر انا لعبت في اسوان والجمهور الحمد لله بيحبني، والنادي الاهلي ده انا تربيت فيه، وجمهور النادي الاهلي انا بحبه وبحب النادي الاهلي جدا، فانا شايف ان ده حاجه كويسه ليا ان انا اكون موجود النهارده، والحمد لله على كل شيء. يعني اللي جاي بقى ان شاء الله ايه، وبتفكر في الفتره الجايه باذن الله؟ لا بفكر بقى حياه تانية خالص بقى ان شاء الله، بفكر في هاخد كل الدراسات التدريبيه والاداريه ان شاء الله، وانا عنده طموح ان انا اخش في حته الاداريه حاجه بقى اللي هي الحاجات الجديده، وهسافر بره مصر اخد دراسات ان شاء الله باذن الله، وهشوف حاجه جديده باذن واحد احد ان شاء الله. اللفته الطيبه النهارده من الوزير عمرو فاروق النهارده نائب رئيس مجلس اداره النادي الاهلي وحرصه على تكريمه ليك في الملعب، تقول عنها ايه؟ طبعا سياده العمري فاروق ده حاجه جميله جدا، وراجل جميل، وده يعني النادي الاهلي طبعا معودنا على الحاجات زي دي. سياده الوزير حاجه جميله جدا، وكابتن محمود الخطيب حاجه جميله جدا، ما بتاخروش عنا حاجه. وكلمت قبل الماتش كابتن سعد حفيظ بصراحه، قال لي انت عايز ايه، انت ابننا واللي انت نفسك فيه نعمله لك. بصراحه الناس كلها ناس محترمه جدا 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 جدا، وانا فخور ان انا واحد من ابناء النادي الاهلي. كابتن عمرو، اتمنى لك التوفيق في اللي جاي ان شاء الله. ربنا يخليك، ربنا يخليك.